حقيقة خلينا نتابع كمان الصفحات الرسمية، يعني زي الصفحة الرسمية مثلا للفريق مدير وزير النقل. عايز اقول يعني ان اللي بيحصل ايه، الشرح اللي بيتم، يعني الصورة المتداولة دي كانت والكوبري بيتعمل وعليه الاحمال الزيادة وبيشوفوا الكوبري ايه مدى تحمله، وواضح جدا ان كان فيه خشب مرمي وكان فيه الممشى نفسه لما شفناه امبارح مدهون باللون الابيض. الصورة المتداولة هو بالاسمنت. يعني ازاي احنا ما نبقاش مبسوطين بانجازاتنا، وازاي ما نفرحش باللي يبسطنا كده ويخلينا فوق، وننظر للناس اللي بتهدم والناس السوداوية دي، لا ده احنا حلوين جدا وشطار جدا وناجحين جدا واحوالنا في الاحسن والاحسن. بلاش الحاجات اللي هي دي، زي بالظبط اللي بنقول عليه دايما ان احنا نتفائل بالمستقبل وربنا